أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث التاسع عشر من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يبين أن الغيبة غيبتان غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الغيبه الصغرى والغيبه الكبرى الغيبه الصغرى لان المده فيها كانت قصيره بالنسبه للغيبه الثانيه والغيبه الكبرى المده فيها طويله في الغيبه الصغرى الامام عليه الصلاه والسلام كان يتصل بالمؤمنين، وكان المؤمنون يتصلون به عبر نوابه الخاصين، يعني أي واحد كان عنده سؤال كان يكتبه في ورقة ويسلمها إلى النائب الخاص، والنائب الخاص كان يوصل هذه الرسالة إلى الإمام ويكتب الجواب الامام عليه السلام يكتب الجواب ويرجعها الى السائل عبر النائب الخاص فخاصه الشيعه النواب الاربعه هؤلاء كانوا يعلمون بمكانه ويمكن اتصال الشيعه به عبر هؤلاء النائب الاول عثمان بن سعيد العمري وكان وكيلا للامام الهادي والعسكري ومن بعدهما الامام المهدي وبعد وفاته الوكيل الثاني ابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد وبعده وبعده الحسين ابن روح النوبختي وبعده علي ابن محمد السمري هناك روايه تبين ان علي ابن محمد السمري كان اخر النواب يقول كنت بمدينه السلام يعني بغداد في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري، قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فخرج للناس توقيعا نسخته، توقيع يعني كتاب وقعه الإمام عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع عمرك، ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، ولا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة المشاهدة الشهود مقابل الغيب والغياب يدعي المشاهدة يعني يدعي ظهور الإمام المهدي وسيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الراوي يقول: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، يعني من عند علي بن محمد السمري النائب الاخير، النائب الرابع. فلما كان يوم السادس او لما كان يوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه يعني في حالة الاحتضار فقيل له من وصيك من بعدك؟ فقال لله أمر هو بالغه وقضى وهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه فبدأت الغيبة الكبرى لا يوجد أحد من خاصة الشيعة يعلم بمكان الامام حتى يكون الرابط بين الامام وبين المؤمنين. وإذا شفت واحد يقول انه اني الرابط بين الامام وبين المؤمنين بحيث انه يلتقي بالامام، يأخذ منه توجيهات يوصلها الى الناس، فهذا الانسان كذاب. يدعي زورا. لا أحد من الخاصة يعلم بمكان الإمام في الغيبة الكبرى ولا يوجد هناك سفير ورابط خاص بين الإمام وبين الناس هل هناك من أحد يعلم بمكان الإمام في الغيبة الكبرى؟ الجواب نعم الأبدال حسب ما يظهر من بعض الروايات في هذا الحديث الامام يعبر عنهم بخاصه مواليه هؤلاء مجموعه من الناس يعلمون بمكان الامام وهم مع الامام وقد بر في حديث ماضي وما بثلاثين من وحشه هؤلاء ثلاثون شخص مع الامام عليه الصلاه والسلام وليسوا مع الناس ومو ظاهر للناس يجي يقول اني اعرف مكان الامام ويوصل كلام للناس وما الى ذلك، لا هؤلاء مع الامام عليه الصلاه والسلام وهم معه في غيبته. هذا بالنسبه الى هذا الحديث. حديث اخر. قال سمعت ابا عبد الله الامام الصادق عليه السلام يقول: لصاحب هذا الامر غيبتان احداهما يرجع منها الى اهله والاخرى يقال هلك في اي واد سلك قلت كيف نصنع اذا كان كذلك؟ قال اذا ادعاها مدع فاسالوه عن اشياء يجيب فيها مثله في الغيبة الصغرى الإمام كان يظهر لأهله أحيانا لأقربائه مثلا حين الصلاة على الإمام العسكري تقدم جعفر ابن الإمام الهادي ليصلي فظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأزاح عمه جعفرا وهو صلى في هذه الفترة كانت امه السيده نرجس سلام الله عليها موجوده جدته يعني والده الامام الحسن العسكري كانت موجوده وكانوا وكان هؤلاء يعيشون في دار الامام الهادي والامام العسكري هذا المكان اللي الان هو ضريح وحرم الامامين العسكريين هذا كان دار الامام الهادي يعني الإمام الهادي دفن في داره الإمام العسكري دفن في داره ولذلك الشيعة حينما كانوا يريدون أن يزوروا الإمامين عليهم الصلاة والسلام عادة من الشارع كانوا يزورون لأن هذا البيت مسكون فيه ناس يسكنون هذه الدار نساء رجال وغيرهم فكانوا يزورون من خارج الدار، ففي الغيبة الصغرى كان يظهر لأهله أحيانا، لكن توفيت السيدة نرجس، توفيت أم الإمام الحسن العسكري في الغيبة الصغرى، وتوفي الأهل في الغيبة الصغرى، في الغيبة الكبرى لا يظهر لأهله، لأنهم قد توفوا. ولأن الغيبة تطول، أكو بعض الناس يشككون. يوم يومية ثلاث أيام يقول مو مشكلة، بس مية سنة وميتين سنة وخمسمية سنة وألف سنة شلون يصير كأنه نسي أن نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى أطال في عمره، وكأنه نسي أن عيسى عليه السلام الآن هو حي ولم يمت منذ ألف عام. وكأنه نسي أن الخضر عليه السلام حي منذ أربعة آلاف سنة على كل حال في هذه الفترة يشكك المبطلون الراوي يسأل الإمام زين في زمان الغيبة الكبرى إذا واحد إجا دعاني الإمام المهدي كيف نميز المحق من المبطل يعني اذا واحد الناس شايفي هسه غاب عشر سنوات، عشرين سنة، خمسين سنة بعد خمسين سنة اذا رجع اللي شايفيه قبل خمسين سنة يعرفون ملامح وجهه حينما يرون انه يشوفون هذا ذاك اللي كانوا قد رأوه زين احنا ما شايفين الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا نعلم كيف محياه هسه واحد اجى ادعى انا الامام المهدي ماذا نصنع محق او مبطل الان في طول التاريخ العشرات ادعوا انهم الامام المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله الجواب على ذلك معرفة المحق من المبطل بسيطة طريقتها بسيطة كما أنه في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام في زمان الإمام الصادق كان هناك ناس يدعون أنهم أئمة في زمن الإمام الكاظم عبد الله الأفطح ادعيت له الإمامة مقابل الإمام الكاظم الله سبحانه وتعالى نفس مميزات التي كانت تميز بين المحق والمبطل في زمن الائمه في حضورهم. نفس المميزات التي تميز بين الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين الادعياء الكاذبين. نفس الصفات تكون مميزه. منها العلم مثلا. الان ادعياء المهدويه. الكاذبون، عندما تسأله ما يعرف. بعض هؤلاء جهل إلى أبعد الحدود. لمن يتكلم لا يعرف أن يميز الفاعل عن المفعول. تسأله عن آية ما يعرف يجاوب. تسأله عن تفسير آية ما يعرف. يخبطون خبطة عشواء، مبين أن هؤلاء كذب، كان واحد يدعي أنه باب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم ترقى بعد ذلك ادعى أنه هو المهدي، ثم ترقى فادعى أنه رسول، ثم ترقى حتى ادعى أنه هو الرب، جن هذا الإنسان. لم يكن عربيا نص عربي عندما كان يقرأ كل أغلاط بعد ذلك جماعة ترادوا يبررون إليه قالوا أنه خلاص النحو والصرف نسخة أنت الفاعل تريد ترفعه تنصبه تجرة المفعول ترفعه تنصبه جرة مو مشكلة الكلمة تقرأها مغلوطة مو مشكلة زين هذا لخداع الجهل البسطاء من الناس لكن الحجة تامة روح اسأله إذا أجابك إجابة صحيحة كما كان يجيب الأئمة عليهم الصلاة والسلام في مختلف المسائل في مختلف الأمور ذي ذاك الجواب اللي كان علامة للإمام وللإمامة فعلم بأنه هو المهدي إذا لا، أجابك إجابات غير صحيحة، لم يكن يعرف الجواب. عبد الله الأفطح عندما ادُعيت له الإمامة بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. جاء مجموعة من الشيعة، سألوه عن أسئلة ما كان يعرف يجاوب. فأحدهم قال: لو هذا الإمام بطلت الإمامة، هذا اللي ما يعرف. أجوبة المسائل الشرعية، بعد ذلك قيل له ارجع إلى الإمام موسى بن جعفر، فرجع إلى الإمام وسأله عن تلك الأسئلة، فأجابه كما كان يجيب أبوه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر عن أبي حمزة الثمالي، قال: دخلت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فقلت له أنت صاحب هذا الأمر؟ أنت الذي تظهر بالسيف القائم؟ فقال لا. فقلت فولدك، يعني الإمام الكاظم، فقال لا. فقلت فولد ولدك هو، يعني الإمام الرضا، قال لا. فقلت فولد ولد ولدك هو، يعني الإمام الجواد، فقال لا. قلت من هو؟ لا أنت، لا ابنك، لا حفيدك، لا ابن حفيدك، منو؟ قال: الذي يملأها عدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً على فترة من الأئمة، كما أن رسول الله صلى الله عليه واله بعث على فترة من الرسل. في هذا الحديث الإمام الصادق يشير إلى الغيبة. يقول تكون هناك فترة، الفترة زمان أصل الكلمة من الفتور. الزمان الذي يخلو بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله محمد، الآية الشريفة تقول: على فترة من الرسل. قبل رسول الله محمد آخر الرسل كان عيسى عليه السلام بين عيسى وبين رسول الله محمد حسب رواياتنا 500 سنة ولو حسب هذا التاريخ الميلادي تقريبا 600 سنة بس الصحيح هو 500 سنة لأن التاريخ الميلادي اللي الآن بيدنا ليس بدقيق هذا بعد 300 سنة وأكثر من ميلاد المسيح وضعوا هذا التاريخ فأخطأوا فيه أكثر من 100 عام على كل حال، في هذه بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه واله، لم يكن هناك رسل، كان بعض الانبياء، واوصياء عيسى كانوا مستمرين، لان الارض لا تخلو من الحجه، لكن لم يكن هناك رسل الله سبحانه وتعالى ارسل محمدا على فترة من الرسل. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الإمام المهدي هكذا. يعني الإمام المهدي يغيب يصير انقطاع بين مشاهدة الإمام العسكري عليه السلام وبين ظهور الإمام المهدي. هذه فترة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الإمام المهدي موجود لكنه غائب منقطع عن الخلق في الظاهر والخلق منقطعون عنه. وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى لامتحان الخلق. يعني يمكن واحد يسأل ليش الله سبحانه وتعالى قدر الغيبة؟ وانقطاع الناس عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقال أسباب ذكرنا بعض العلل فيما مضى من جملة امتحان الخلق. نفس الكلام يقال لماذا الله سبحانه وتعالى جعل فترة من الرسل بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله كانوا أوصياء كثير منهم كانوا صامتون كانوا صامتين في هذه الفترة الله سبحانه وتعالى لماذا لم يرسل رسلا عن هو الذي يصطفي هو الذي يختار هو الذي يخلق زين بين عيسى ومحمد كان يرسل أنبياء رسل شنو المشكلة حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت هذه الفترة. كذلك بالنسبة إلى زمان غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت هذه الفترة بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام. سئل عن هذه الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس في سورة التكوير فقال إمام يخنس سنة ستين ومائتين ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء فإن أدركت زمانه قرت عينك لأن الراوي امرأة اسمها أم هاني أم هاني تسأل الإمام الباقر عن هذه الآية هذه الآية فيها تفسير والإمام يتمثل بهذه الآية بالنسبة إلى الغيبة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الخنس جمع خانس الخانس النجوم التي تستتر فلا اقسم بالخُنَّس يعني بالنجوم التي تستتر الجوار الجوار جمع جارية يعني تجري في السماء الكنَّس جمع كانس يعني تختفي في النهار فلا اقسم بالخنس النجوم التي تستتر الجوار التي تجري الكنس الذي تختفي في النهار وهذه لا في هذه الايه فلا اقسم اما للتاكيد ليست للنفي وانما للتاكيد يعبر عنها النحات بلا الزائده هذا الاصطلاح النحوي لا الزائده وفي حقيقه هذه انها للتاكيد هذا احتمال يعني فاقسموا بالخنس الجوار الكنس <applause> الاحتمال الاخر انه هذا هذه لا النافيه وهو تلميح بالقسم من دون قسم للتعظيم انت تقول اني ما اقسم بالله سبحانه وتعالى لكن الامر هكذا هذا تلميح بالقسم هذا تفسير الايه الامام عليه الصلاه والسلام يتمثل بهذه الايه يضربها مثلا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كلام الإمام ليس في تفسير الآية، بل كما يقول العلام المجلسي ما معناه أنه ليس تأويلا للآية أيضا، وإنما تمثل، إن تشبيه الإمام المهدي بهذه النجوم. الإمام عليه الصلاة والسلام يغيب كما أن هذه النجوم تغيب وهو في علو مرتبته كما أن هذه النجوم مرتفعة وهو هادي للناس كما أن هذه النجوم تهدي للناس وعلامات وبالنجم هم يهتدون مرة سابقا أن هذه الآية تأويلها بالأئمة عليهم الصلاة والسلام فهنا الإمام الباقر عليه السلام يشبه الإمام المهدي بهذه النجوم لأنه في بيان القرآن يذكر كما في الروايات أنه تارة الأئمة يذكرون تفسير الآية، تارة يذكرون تأويل الآية، تارة يتمثلون بالآية، يعني يضربونها مثلاً، قال الإمام في ضرب المثل: إمام يخنس يعني يستتر سنة ستين ومائتين لأن وفاة الإمام العسكري كانت في سنة ميتين وستين للهجرة ومن ذلك الوقت الإمام المهدي هو الإمام الناطق لكنه استتر عن الناس غاب عنهم ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء أنت أحيانا في ليلة ظلام دامس شديد، فجأة تشاهد شهابا يتوقد من دون سابق انذار. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يظهر فجأة إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة. اكو علائم للظهور، وعلائم الظهور بدأت من سنوات طوال كما مر سابقا، لأن العلامة تارة هي علامة ل الظهور القريب تارة علامة للظهور لكن علامة بعيدة مثل ما هذا المثل ذكرنا أنت تخرج من النجف أول ما تخرج تشوف إشارة مكتوب كربلاء مثلا ثمانين كيلومتر هذه علامة لكربلاء لكن علامة بعيدة وفي الطريق أيضا تجد علائم إشارات مكتوب عندما تصل إلى كربلاء شوف علامة مكتوب مثلا كربلاء ترحب بكم كلها علائم لكن علامة قريبة وعلامة بعيدة فعلائم الظهور مستمرة لكن لا أحد يعلم متى يظهر الإمام فجأة يظهر وتشبيه بالشهاب لأنه الليلة الظلماء في الليلة الظلماء شُبهت الفتن والظلم والجور والانحراف بالليل في ظلامه، فحينما الإمام يظهر فجأة يظهر النور يظهر، فشُبه بالشهاب الذي يخرج من غير إنذار ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء. فإن أدركت زمانه قرت عينك الإمام يقول لأمهاني إذا أدركت ذلك الزمان قرت عينك قرار العين أو قرأ العين هذه كلمة متعارفة حتى في القرآن الكريم إما من القرار والاستقرار لأن الإنسان المضطرب يحرك عينه يمينا وشمالا أما الإنسان المطمئن عينه مستقرة، فإما من القرار والاستقرار، وإما من القر بمعنى البرد، لأن العرب الإنسان الحزين الذي يبكي، يقال: أسخن الله عينه. أما الإنسان المستقر الذي يتبسم، يضحك، يقال: برد عينه. أو أبرد الله عينه، يعني لم يكن فيها دمع، لأن الدمع حار، هي حرارة. حرارة الجسم. فإن أدركتِ زمانه، قرت عينكِ. هذا بالنسبة إلى الحديث الثاني والعشرين. أيضاً الحديث الثالث والعشرين، هو نفس الحديث لكن بسند آخر. قال الخنس إمام يخنس في زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس سنة ستة ومائتين ثم يبدو كالشهاب الواقد في ظلمة الليل فإن أدركت ذلك الزمان فإن أدركت ذلك قرت عينك هناك أحاديث أخرى إن شاء الله سنتلوها في حلقات قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين